مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بيكم. فقرة جديدة من طبيب الحياة. أورام الثدي أو سرطان الثدي من أكتر الأمراض المخيفة بالنسبة للسيدات، أكتر من أي مرض تاني، وساعات بتصيب الرجال بس طبعا بتكون بنسبة أقل بكتير. ومع التقدم والتكنولوجيا اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي حصل نوع من الأمل أو التفاؤل عند مريض الثدي أو سرطان الثدي، وخلى بقى في فرصة أكتر أو خلى الأطباء يبقى عندهم إنجازات كبيرة جدا في هذا المجال أو في مجالي الكشف المبكر للمرض ده، وكمان في حاجة تانية العلاج من مرض سرطان الثدي. النهاردة هنتكلم عن أورام الثدي مع القيمة العلمية والدكتور اللي مشرفنا الأول مرة في طبيب الحياة، وبجد هنستفاد منه كلنا إن شاء الله خلال الفقرة دي. أستاذ دكتور عطية خفاجة، استشاري جراحة الأورام كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، وأيضا زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأورام. أهلا بيك دكتور عطية ومنورنا في طبيب الحياة. دكتور، موضوع كبير جدا واول مره نتكلم عنه في طبيب الحياه، وموضوع مخيف، وانا في الانترو بتاعي قلت ان هو بيخيف معظم النساء وممكن يصيب كمان رجال بس تكون بنسبه اقل. نعرف المشاهد الاول، سرطان الثدي، ايه هو سرطان الثدي واسبابه ايه؟ لان دايما بيقولوا الوقايه خير من العلاج، فاسبابه اللي ممكن تضطر ان احنا نلجا ان احنا نعمل عمليه استئصال ورم او ان احنا نقضي على المرض ده. تمام، السؤال طويل نجزأه شويه. لا هو احنا بس عايزين بدايه نطمن الناس ان الخوف والرعب من سرطان الثدي اللي كان موجود من سنين لازم بعد الزمن ده لازم نكون ابتدى يقل عند الناس، لان احنا النهارده كلنا وكل الناس السيدات بتقابل ست عامله عمليه من 30 سنه ومن 20 سنه ومن 25 سنه. ده معناه ان فرص الشفاء عاليه جدا. المريضه بتمارس حياتها الطبيعيه، بتقوم بدورها الطبيعي في الحياه مع العلاج. خاصه كمان في اخر 10 سنين العلاج الجيني، يعني احنا كان طول عمر العلاج بالنسبه لسرطان الثدي بنعالج المرض ما بنعالجش السبب، يعني سواء العلاج الكيماوي او الجراحي او الاشعاعي كل ده بنعالج المرض. النهارده ابتدينا نكتشف علاج لسبب المرض اللي هو الجين اللي مسؤول عن الاصابه بسرطان الثدي. فالإيرا الجديده او الاكتشافات الجديده في العلاج الجينات دي حاجه مهمه جدا، سهلت الموضوع، خلت فعلا في امل او تفاؤل للمرض، في امل كبير، وفي خلال سنوات ان شاء الله هنقدر نعالج سبب المرض نفسه. يعني انتوا مش بس بتقضوا على المرض، لا انتوا بتعرفوا السبب عشان ما يحصلش، عشان زي ما انا قلت الناس تبقى عندها الوقايه دي. تمام. اللي هي ما تجيلهاش اصلا مرضان. لما نقدر نعالج العلاج الجيني للجين اللي مسؤول عن الاصابه بالمرض، اوكي، هنقدر ان المرض ما يحصلش من اساسه. طيب دكتور، ازاي انا اعرف دلوقتي او كمشاهد بيتابعنا دلوقتي ان انا عندي سرطان في الثدي؟ بس قبل ما نقول السؤال ده، معانا كمان فيديو حضرتك ممكن تشرح عليه يا دكتور، اتفضل. هو هنا سرطان الثدي، المريضه بمنتهى البساطه بتشتكي ان عندها ورم، حاجه كلكعه في صدرها، يعني زي ما احنا شايفين هنا بتيجي في منطقه في الثدي وتلاقي حاجه مكلكعه، مش الاحساس الطبيعي للثدي اللي هي متعوده عليه طول عمرها. وده زي ما بنقول دايما ان الست هي اقدر واحده عارفه شكل صدرها ايه وتقدر تحكم. يعني بيبقى دكتور ورم خارجي ولا بتحس ان في حاجه جواها؟ حاجه جوه الثدي نفسها. اوكي. اورام الثدي ما بتصيبش الجلد، مش ورم في الجلد، ده ورم جوه الثدي. تمام. فهو في طريقه معينه لاحساس الورم ده هنشوفها في الفيديوهات المتلاحقه من ازاي الست تفحص نفسها وامتى. هنا بنشوف الفيديو بيوضح لو في اي افرازات من الحلمه، لو في الم بصوره مستمره ما بيروحش بالمسكنات، لو في ورم زي مظاهر كده على الثدي. كل دي اعراض سرطان الثدي. اعراض سرطان الثدي. تمام. دي اللي ممكن تكون ملحوظه او السيده ممكن تحسها يا دكتور؟ دي اول العلامات. اول العلامات. اوكي. العلامات زي ما احنا شايفين كمان عشان نفهم الناس حاجه مهمه جدا، ان الالم مش من العلامات المهمه لسرطان الثدي. الالم مش من العلامات المهمه لسرطان الثدي. دي حاجه مهمه يا دكتور، يعني جد. ممكن تكون واحده مريضه بسرطان الثدي بس ما عندهاش الم، مش حاسه بحاجه، او دي اخطر او ده اخطر. ما هو عشان بيطمن الست. يعني انا اول ما تجيلي سيده تقول لي انا عندي حاجه كلكعه في صدري بس ما بتوجعنيش اقلق. اه لو قالت لي العكس عندي كلكعه في صدري بس مؤلمه،
ابتدي اطمن نسبيا، مفيش حاجه طبعا 100% بس اطمن نسبيا. الالم من العلامات المطمئنه في اورام الثدي، مع ان ممكن المريض يفتكر العكس. طيب دكتور، احنا عرفنا او شفنا معظم اعراض المرض، الكشف المبكر يعني حضرتك بتشوف نسبه نجاح العمليه او الجراحه دي ان المريضه تكتشف بدري ان هي عندها ورم او في وجع او في الم او شكل الثدي مش طبيعي، ده بيساعد في نجاح او في ان احنا نعلي نسبه نجاح الجراحه ولا لا؟ اكيد نسبه واهميه الاكتشاف المبكر في السرطان او الاورام عامه، ده اهم مفتاح في علاج الاورام. كل ما المرض اكتشف في مرحله مبكره، طريقه العلاج ونسبه الشفاء كل ده بيتحسن ويبقى اكثر سهوله ويسر. يعني لما نكتشف ورم حجمه 5 في 5 سنتي ايه لما نكتشف ورم حجمه كان لسه سنتي في سنتي. طريقه العلاج ممكن تختلف. بس دكتور، ما هو ممكن مش قصدهم ان هم ما يروحوش بدري. اكيد يعني حضرتك بتقول ممكن ما يكونش في الم، فهي بتعرف برضو ممكن متاخر. عشان كده في العالم كله وفي كل البلاد اللي انجزت في اكتشاف وعلاج سرطان الثدي في سكريننج او اكتشاف مبكر. في طريقه بنقول للمريضه تفحص نفسها كل شهر ازاي، صح، تروح للدكتور كل قد ايه، بتعمل ماموجرافي وسونار على صدرها كل قد ايه. دي حاجه مهمه جدا، حتى لو مفيش الم، حتى لو انت مش شاكه في حاجه، بس ده ان انت تطمني على نفسك. بس مش معروف في مصر عندنا او في الدول العربيه عموما الروتين ده دكتور. لا، المفروض دلوقتي في يعني اويرنس حوالين سرطان الثدي، المفروض في مستشفيات حتى طالعه مجانا ان هي بتكتشف المرض مبكرا، وفي سكريننج يعني ده مهم جدا. اوكي، معانا كمان فيديو حضرتك ممكن تشرح عليه. ده شكل طبعا ده الثدي والانسجه بتاعته. ده احنا بنتكلم ان هنا ان في مكان الاصابه بسرطان الثدي لما بنقسم الثدي اكتر حته الجزء الخارجي اللي هو الاكبر. فهنا طبعا طريقه العمل الاشعه الماموجرافي. ده بنتكلم عن السكريننج بروجرام، ان احنا الماموجرافي ده حاجه مهمه جدا جدا، اللي هو زي الاشعه يا دكتور المقطعيه مثلا. هي اشعه الثدي. بس هي اشعه الثدي. اوكي تمام. فالماموجرافي دي مهمه جدا، بنعملها كل سنه خاصه بعد سن ال 35. السونار بيبقى ما قبل سن ال 35، لان الماموجرافي بتبقى مش يعني قدرتها او دقتها مش عاليه قوي فيما قبل ال 35، فبنعمل سونار. اوكي. وفي الاحسن كمان الرنين المغناطيسي، سواء في اقل من 35 او اكتر من 35، نقدر ده الرنين المغناطيسي بيبين اي خلايا اي اورام في مراحل مبكره جدا. اوكي تمام. ده احدث حاجه الرنين المغناطيسي يا دكتور، ده بيوضح لي الصوره كامله. تمام، وبيناسب كل الاعمار او كل السن. كل الاعمار وكل السن. طيب. تمام، الفيديو لسه نكمل معانا. هنا بيشرح لنا ازاي انقسام خلايا السرطان وتكاثرها، ده في طرق انتشار الاورام. لما بنسيبها بقى مده طويله او ما بنكتشفش المرض بقى. تمام. اوكي، السرطان بينتشر عن طريق الخلايا اللي حواليه او عن طريق الدم او عن طريق الغدد الليمفاويه. دول ثلاث طرق انتشار السرطان في الثدي. اوكي. فزي ما اتكلمنا. بيتقسم يا دكتور وبينتشر بالشكل ده في الصدر؟ بيكتر للدرجات يعني ممكن من خليه واحده يوصل احجام كبيره. وفي انواع من سرطان الثدي اللي بنسميها انفلاماتري او الانواع الالتهابيه. دي انواع من السرطان بتبقى فيري اجريسيف، مصاحبه بعلامات شبه الالتهاب بالظبط. بس هي مش التهاب، هو كانسر واخد شكل الالتهاب، اللي هو الثدي يبقى فيه احمرار والم شديد والتهاب، علامات الالتهاب. ولكنه هو بسبب ورم سرطان. ده نوع من انواع الاورام يعني. اكيد. اوكي، ده دكتور ده احنا طب الفيديو خلص دكتور.